كانت البحرين ذات يوم بلدة جبلية صغيرة هادئة ذات مناظر طبيعية خلابة تجذب السياح في شمال غربي باكستان، لكنها لم تعد اليوم سوى كومة من الأنقاض بعدما جرفتها مياه النهر الذي يعبرها إثر فيضانات مدمرة. تسببت المياه في قطع قسم كبير من وادي سوات عن باقي أنحاء البلاد عندما اجتاحت الأمطار الغزيرة باكستان التي شهدت أسوأ فيضانات في تاريخها. أعيد فتح الطريق المتضرر الذي يمتد شمالا على طول مجرى نهر سوات تدريجيا في الأيام الأخيرة ليكتشف السكان شيئا فشيئا حجم الضرر. पहले तो बहुत इजी थी कारोबार चल रहे थे सबकी वो रोजी इनको आसानी मिल सकती थी अब जो है ना अभी इसको 20 अगर 30 साल भी लगे तो उस टाइम वो उसी तरह नहीं हो सकता वो बहुत मुश्किल है और तो आगे अल्लाह मालिक का रिज़्क देने वाला अल्लाह के साथ है लेकिन मामला बहुत मुश्किल है. وكانت البلدة في الماضي تعج بالحياة بشكل خاص في الصيف إذ كانت تجتذب ما يصل إلى 1000 سائح يوميا يأتون للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة مع ما يحيط بالبلدة من قمم مهيبة ومياه النهر الصافية التي تصطف على جانبيها الفنادق والمطاعم.